توظفوا توظيف اخر، مشاو للانتدابات، انتدابات فاشله وما فاشله. شكون الناس يا عبد الباقي؟ باجيت باجيت عندما يتحدث ليه ليه مثلا عندما يتحدث طارق ذياب هل هو من الناس؟ طارق ذياب من الناس ما لم الجن؟ لا معناتها مش هذا المقصود بكلامي، معناتها طارق ذياب لاعب قديم في الترجي هذه التونسي و وابن الفريق ومن حقه ان يبدي رايا بالطريقه من التي من الناس اللي ابدى رايه طارق ذياب قال راهو يزيكم من لغه نتاع روزنام او كالندريي هذاك رايو طارق فما مشكله فنيه في الترجي في الانتدابات في الهيكله في غيره هذاك رايو ونحترم وشكون قال لك الترجي ما فيهش مشاكل هيكليه فيها اللي يقول ما عندناش مشاكل الترجي لا عندها مشاكل في هيكلتها في واحد ثم مشاكل سا سي سيور ثم هينات لازم تتصلح حتى اوتور دو بريزيدون وحنا ما قلناش الترجي راهو نموذج الاهلي قلت لك نموذج في افريقياوي ترجي لا انت تعرف انه في في في, في الاهلي التنظيم نتاعهم واحد حاجه اخرى بارابور لينا احنا ولكن انه نمشيو بعد الباجيت سيرتو اللي تحركت بتاع الفيسبوك الباجيت هذه اللي شكت في الانتدابات مثلا ناخذ لك ان بوان هي نفس الباجيت اللي هلت وكبرت بالانتدابات في الصيف وفرحانه وتشطح وتغني ويجي ناخذوها الانتدابات اللي قالوا معلول وسمسار ما هو هكا قال ولا به سي بن عيادة وقت اللي انتدبته ترجي هو عنصر في المنتخب الوطني الجزائري مع بن ماضي قولوا لي بن ماضي ما يعرفش هذا جوار انترناسيونال الجيريا معناها البروفيل نتاع اللاعب ينتدب يشتي اي واحد يكون وانا نعطيك حاجه بن عيادة كان عنده عرض قطري ثلاثة مرات قد عرض الترجي وفضل أن يأتي البطولة التونسية باعتبار أن ترومبلا بور لوروب جاي بطموحات معينة معتز صدام ركلت موباي ولا خايب انترناسيونال في دورة كيرين موجود في المنتخب مع جلال القادري الدقدوق الناس ألهتوا عمناو الدقدوق شكون اللي يجيب الدقدوق ومن الدقدوق ومن الدقدوق مش قاعد نقول راهم باين ولا خايبين، قاعد نحكي لك على الرأي العام شنو رأيه فيهم، اش كانوا اش ولا. ربي إذا فما تفاعل مع كلام سي عبد الباقي معناتها ما يسالش إذا كان فما رأي في القراءة نتاعو على شرارة اللي تم تفضيله على أي ولا بشهادة حتى ملاحظين اللي كلموهم في ليبيا أنه أن جوار إكسبسيونيل. داكوردو؟ مرياح وهو اللاعب الوحيد اللي جابه معلول ونعرف يروح ايش نقول. اللاعب الوحيد اللي كان معلول وراء طلب انه يكون في الفريق هو مريح مريح لعب لك تروا ماتش في الكوب دي موند مع ليكيب ناسيونال تيتولير وعمل تروا ماتش من ان غرون نيفو الور اللاعبيه هذوم الكل اللي خذتهم الترجي زيد معاهم الوليد عزيز فلاح اللي قائم عليه قيامه سي ان جون معناها بروميتور وزيد الدين ساسي اللي تو في ليكيب ناسيونال جونيور ديفونسور اللي هما ما شفناهمش الزوز هذوما زوز ما شفناهمش صحيح الملاعبيه هذوما بروفيل نتاعهم تاع ملاعبيه باهي ما تمتش الانتجراسيون ما صارتش كوم يلفو صحيح غلط شكون؟ انا جيك خليني واحد واحد ما صارتش الانتجراسيون صحيح ما عطاوش الشيء منتظر منهم بوتيتر وي صحيح وهذايا يصير راهو في ميلان وفي ريال مدريد وفي ريال مدريد ذاك العام هزت نجوم العالم الكل شويه ما طاحت به صحيح ولا سي عبد الباقي الو استنى لحظه برك انه الملاعب كي تاخذوا كي تاخذوا الملاعب راهو ينجم ينجح لك وينجم ما ينجحلكش مهما كان مستواه. تجي تقول لي انا بعد تالي المارج ديرور وعلاش ما نجحوش وكذا، هنا المسؤوليه تكون جماعيه وعلى راسها المدرب. لازم نمشي هنا مساله التوظيف. وانا ما الومه على نبيل معلول، انا تذكر الحصه اللي فاتت وقت تكلم قال كان ربحنا مع بعضنا وكان خسرنا مع بعضنا، قلت له لا، كان ربحت انت كان خسرت انت. واضح؟ وخسر مع الاهلي ونقول له انت. ما ألومه على نبيل معلول في الموسم هذي هو أنه نبيل معلول خضع للضغوطات وما عويدوش ضغوطات شكون؟ ضغوطات سيرتو من الجمهور وخاصة ردة فعل الجمهور بعد ما بدأ السيزون بن شريفية وتراجع كيف هبط الجمهور ثم حتى في ملاعبية أخرين اللي أنا نعرفه نعرف أنه ثم شكون هو مش مقتنع به ولعبه فهمت لعبه ثم ضغوطات داخلية أمام إدارية أو كونوا واضحين. الور انت تجي يلوموا على معلول يقول لك ما هو قال عندي ثلاثه في كل بوست، هاو نرجعوهم تو قام ثلاثه في كل بوست، تو تلقى ثلاثه قول تروا زرير دروا تروا زرير كوش كذا، مشموم ما جابوش معلول، ومشموم بالنسبه لي انا ريفي من احسن الملاعبيه اللي كانوا في الاتحاد المنستيري، السي تافيري مشموم عنده انفلاماسيون في توندون كرونيك ما تبراش،
هو يلعب نص ساعه ويتحرك له هنا تقولوا مع... ومن عم ناول جيك مش السناء ما جابوش معلول بن علي تم الاتفاق معه والتعاقد معه قبل ما جينا بن معلول بري كونترا قبل ما جينا بن معلول ولا علاقه له به جاء لقى ركروتي دونك سي عبد الباقي كان اللخ مانيش ندافع على المعلول انا كنت نحملوا مسؤوليه الاهلي لا لا نحملوا مسؤوليه الخضوع للضغوطات ويستاهل هو هو هو, هو خضع معناتها سي عبد الباقي معناتها كان التحليل نتاعك انا فهمته معناتها فماش مشكل في الترجي عادي الترجي يخرج من نصف النهائي قدام الاهلي في الظرف الحالي عادي هزيمه الثلاثه عادي الملاعبيه اللي جاوا الكل كونفيرمي ما فماش علاش بوليميك ما فماش علاش باش نلوموا لا الملاعبيه لا المدرب ولا الرئيس ولا الهيئه وعادي كل شيء صاير في الترجي هذا رايك جاوا حسب ما فهمت انا لا كلام. انت قولت ما لم اقل حاول نفهم خاطر معناتها قلت لي اللي تعيبوا على الترجي في ماتش الاهلي مش انه انهزم طريقة الانهزام الشكل صار في الماتش وكور دي ماتش الاختيارات والدرب انك تخسر ترجي رياضي تونسي خسر مع الاهلي بعد ما عمل معاه نول في قاهرة واحد واحد مع مدرب ما يشكك فيه حتى واحد فوزي البنزرتي ومدرك خسرت زعما وخرج بالكارت فينال في رادس اش بينا ما عملناش الفوف على الكل وما قلناش فوزي البنزرتي سمسار وما قلناش الكلام هذا الكل واش بينا قبلناه وبلعنا السكينة بدمه الفوف ما راه وقت اللي خسرت مع الاهلي دوزا فوزي البزرتي عندك كوم وعندك وعندك وما قلت تو هذا مش ملعبيه وقت اللي عندك الملعبيه وعندك مدرب لا يشكك فيه احد خسرت دوزا مع الاهلي لا نشكوا فيه علاش مش من تشكيك لكن نجم فوزي البزرتي ديما يبقى يسومنيتي في تونس معناها من احسن ما خلت تونس مش خارج النقد مش خارج على اطار مش خارج النقد فوزي البزرتي شانه شان كل مدرب يجي يجي في ماتش يغلط ويخسر ويجي ما يغلطش ويخسر الملاعبيه الله غالب نهارتها ما ادتش دوره هو ما غلطش في الاختيارات في تحديد الخطه في كذا الملاعبيه هم مال اكزيكوتي مش فوزي البوزرتي هو اللي وقتها وبالتالي هذا راهو ينجم يصير راهو انا شوف معلول مانيش به صدد الدفاع عليه ويشهد الله انه نبيل معلول ملي جاء للترجي الرياضي التونسي لم يحصل بيني وبينه اي اتصال لا بالتليفون ولا عن طريق طريقه مباشره سي يوسف يعرف سي عبد الباقي ما غير ما نحكي لا ما نعرفك يا جماعه اللي بداوا لا وسمع من حقك تتكلم نبيل معلول وتتكلم لا من حقي نتكلم ونعمل انترفيوات وهذا كخدمتي اما سمع عباد في صاحبه عنده مش يولي نسيبي نبيل معلول نبيل معلول اللي سبوه العباد اللي سبته هي اللي في الصيف اللي فات هزينه على كتافه وقت ما نعلموا الشامبيون نتائج نبيل معلول السناء الى حدود خروجه خير من عم ناول عم ناول الشامبيون بلا بريسك ضايعه جاما نحى نبيل معلول الكوب الترجي خرجت امام فريق من الدرجه الثالثه صحيح ولا السناء فيناليست في الكوب دافريك خرجت تنكاردو فينال مع فريق صنف ثاني السناء خرجت دومي فينال مازالت ما خرجتش اما بريسك خرجت دومي فينال مع احسن واقوى فريق في افريقيا ونعرف روح اش قاعد نقول الور النتائج اللي تحققت معنا بين معلول برغم الرزنامه ورمضان وكيد الكائدين بما فيهم الناس من داخل الترجي ورغم ذلك تحققت النتائج هذه الور نقول انا شكر الله سعيكم بالنسبه لنبيل معلول برافو الملاعبيه على اللي حملتوه وتحملتوه برغم كل هذه المشاكل والامراض والترجي بخير ترجي بخير لبيس به